رجعنا من جديد، عملنا الفلفل وعملنا الارانب قبل الفاصل. هنعمل دلوقتي صنف مكرونه سهل وحلو في ثواني بيخلص ومش مكلفه اطلاقا. هنعمل مكرونه بالبتنجان، ما تستغربوهاش، حلوه بجد هتعجبكم. بقدرنا بقى ايه؟ لو انا هستعمل كيس مكرونه سباجيتي هستعمل حبتين بتنجان مكعبات بقشرهم، بقطعهم بقشرهم ما بقشرهمش، حبتين او ثلاثه طماطم، صلصه معلقه، ثوم حوالي 3 4 فصوص، زيت زيتون، معلقه كبيره سكر، ريحان او نعناع اللي موجود عندك، ورق طبعا، فلفل اسود، شطه، جبنه رومي مبشوره. هنعمل ايه؟ هنيجي هنحط الوك بتاعنا والطاسه بتاعتنا اللي هنشتغل فيها. طبعا البتنجان بنقطعه مكعبات وبنقليه او بنحطه في القلايه الهواء اهو بقشره، يا اما بحمره في زيت او اهو شايفين، يا اما بحطه في القلايه الكهرباء او بحطه في الفرن بدهنه بزيت وندخله الفرن ونشتغل بيه. والجبنه الرومي طبعا مبشوره، الورق اهو احنا هنا ده ريحان هنشتغل بيه ورق، ولو نعناع هيبقى برده ورق. هاجي هحط زيت الزيتون، بسم الله، والثوم طبعا اول حاجه، زيت الزيتون، بحط الثوم قبل ما يسخن، اصفر زيت اصفر زيت الزيتون، انا زهقت الناس من كتر ما بقول الكلام ده. ماشي، زيت الزيتون بيتحرق درجه احتراقه قليله، يعني بيتحرق عن 360، الزيت العادي بيبتدي من 450 ل 480 حسب بقى عباد شمس او كانولا او الكلام ده كله. فعلشان كده زيت الزيتون ما يتحطش يسخن لانه بيتحرق بسرعه. وخدوا بالكم من 360 ل 480 ده فرق رهيب. ف ناخد بالنا ان زيت الزيتون لو انا هطبخ بيه احط الحاجه وهو يا دوبك ابتدى يدفى ما سخنش. هحط اديني صفرت الثوم، بعد كده هحط معلقه الصلصه، اخليها تشكشك، يعني ايه تستوي. بصوا هي كده شكلها ناعم. امتى اعرف بقى ان الصلصه استوت معايا؟ لما يبقى فيها بقى بقليل كده اهي. هوريكوا بقى ازاي هي كده مفروده، مش هتاخد دقايق، هتلاقوا انها ابتدت يطلع فيها فقاقيع، ده معناه ان هي خلاص ابتدت تخش في السوا. ما تاخدش وقت طبعا، هي اقل من دقيقه. بقلب بس عشان الثوم ما يلسعش. اهي بصوا الحرف بتاعها ابتدى يستوي، شايفين الفرق بين هنا وهنا؟ هتلاقوها بقى كلها عملت كده. هحط الشطه، سكر، السكر بيقلل الحموضه بتاعت الطماطم فما تقلقوش. كده خلاص الصلصه مستعده ان انا احط لها عصير الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي ادي الصلصه بتتسبك، هنفرم الريحان. في نص تسبيكه الصلصه هحط البتنجان. دلوقتي انا عايزه اقطع بس الريحان، عايزه اقطع شويه منه علشان اطلع الزيوت العطريه وياخد يدي البتنجان طعم حلو. هاجي بقى ادي البتنجان بتاعي المتحمر، بصوا الصلصه تقلت مع عصير الطماطم، ادي البتنجان بتاعي والريحان. بس انا مش هطبخ البتنجان دي مش مسقعه، يعني هو بس غلوتين، وهحط المكرونه اللي انا عايزاها. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تكتريش المكرونه، خلي صوص كتير وقلبي بالراحه كده علشان البتنجان. بصوا يعني هي المكرونه دقيقه واحده فيها مجرد انها تتشرب
وبتغلي فيها على طول، مجرد تغلي غلوة على ما ايه نقول مقادير الحلو. لا مش هنلحق، هي خلاص كده. اجيب الطبق اغرفها. المكرونة دايما تجهزي الصوص وساعة التقديم تسقطي المكرونة، عمرك ما تعملي المكرونة وتسيبيها علشان مش هتبقى حلوة، لازم تتغرف أول ما تتعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده. هحطها البتنجان على الوش. نمسحها، نمسح الطبق. وجبنا الرومي بقى على الوش. يا سلام، حاجة ايطاليان، ايه اخر حلاوة اهي. ايه رأيكم؟ مش محتاجة ان انا احط ريحان تاني، هو اصلا ريحان باين فيها، بس لو عايزة نحط مثلا اتنين كده ديكوريشن اهو. اخر حلقة مكرونة بالبتنجان، وصفة سهلة خفيفة اقتصادية زي الفل.